نعم، زار القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا التقى مع بعض من رؤساء المجالس المحلية في الشمال في كريات شموني في منطقة المطلة، وكان قد وعد بأن الواقع في الشمال لن يعود إلى ما كان عليه في 6 أكتوبر، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تغير الواقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. حتى الآن أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف أكثر من 200 هدف وموقع عسكري وأيضا مخازن أسلحة تابعة لحزب الله. إسرائيل في الحقيقة يمكن القول أنها في معضلة، من جهة هي لا تريد حرب مفتوحة مع حزب الله أو مع لبنان، ومن جهة أخرى هي تريد إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية، وكما قال جانتس تغيير الواقع الموجود الآن على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وهي تعتقد أنه من خلال هذه الهجمات على مواقع حزب الله وعلى المجموعات المسلحة المختلفة التابعة للحزب وأيضا للفصائل الفلسطينية، تقول بأن هذه العمليات يمكن أن تبعد حزب الله عن تلك المنطقة، لأنها لا تؤمن بالطريقة بالوسيلة الدبلوماسية أو بالسبل الدبلوماسية. أيضا يعني بالنسبة للحرب على قطاع غزة، قال بيني جانتس بأنه إذا كان هنالك صفقة لتبادل أسرى ما بين إسرائيل وحماس سيكون هنالك وقف إطلاق نار، ولكن لفترة محدودة، ومن بعد ذلك ستستمر الحرب. ربما ما يؤكد أيضا هذه يعني الفكرة الإسرائيلية هو بأن حماس باتت تشترط، أو على الأقل هذه آخر الأخبار التي نفهمها بشأن المفاوضات تبادل الأسرى، بأن حماس اشترطت بأن يكون تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعات، بمعنى أنها تريد أكثر من مرة وقف إطلاق نار بشكل مؤقت من أجل إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. على أي حال لا نعلم إلى أين وصلت هذه المفاوضات، كان هنالك حديث بأن المفاوضات والمحادثات هي في مرحلة متقدمة. سمعنا قبل دقائق أيضا تصريح لبايدن يقول فيه بأنه يؤمن بأنه يمكن إنجاز صفقة الأسرى هذه. ولكن يعني لو تسمح لي بالعودة إلى الشمال، أيضا اليوم كان نتنياهو في لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في البلدات الشمالية. نحن نتحدث عن نحو 22 بلدة طلب إخلاؤها، طبعا جزء كبير منهم تم إخلاؤهم، نحو 60,000 مواطن، بالإضافة إلى من أخلوا بيوتهم بشكل طوعي. وهنالك انتقادات شديدة على السياسات الإسرائيلية، ويقول هؤلاء السكان أو المستوطنين في تلك المستوطنات على الشريط الحدودي بأنهم لن يعودوا إلى بيوتهم طالما قوات رضوان وحزب الله عمليا متواجد على الشريط الحدودي، وهم يطالبون بتغيير الواقع. طبعا جزء كبير أيضا من السكان يطالبون بضربة استباقية إسرائيلية على لبنان وعلى مواقع حزب الله، بمعنى ضربة كبيرة وليس ما نراه اليوم من عمليات حربية مقتصرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ولكن يبدو بأنهم لا يعلمون بأن في حال فتح جبهة مفتوحة مع حزب الله ستكون كل نقطة في إسرائيل، كل بلدة وكل مدينة، حتى مركز إسرائيل وربما أبعد من ذلك، في مرمى صواريخ حزب الله. هذه هي التصريحات الأساسية اليوم. أيضا لم يختلف عن كل الأيام السابقة في الشمال، كان هنالك قذيفة سقطت في منطقة كريات شموني دون أن تدوي صافرات الإنذار، كان هنالك اعتراض مسيرة فوق شواطئ مدينة عكا وهي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 5 صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون على مواقع للجيش الإسرائيلي محاذية للشريط الحدودي. اليوم كان أيضا سمح بالنشر بأن جنديين إسرائيليين أصيبا بالأمس جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع على من قبل حزب الله على مواقع للجيش الإسرائيلي. منذ بداية الحرب على قطاع غزة كان هنالك 10 قتلى على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في صفوف الإسرائيليين، طبعا أتحدث 7 منهم جنود و3 مواطنين، ولكن هنالك أيضا إصابات بعضها صعب. فقط يعني أول أمس كان هنالك 17 إصابة لجنود و لمدنيين إسرائيليين جراء الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقت من جنوب لبنان نحو الشمال الإسرائيلي. كل هذه المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية عليها الكثير من الانتقادات،
يعني داخل الجمهور الإسرائيلي الذي يطالب بعملية أوسع وأكبر. كان أيضا جانتس قد صرح اليوم بأن هنالك جاهزية عالية لتوسيع المعركة إذا ما لزم الأمر، ولكننا بالطبع ما نزال نتحدث عن فكرة إسرائيلية أو مبدأ إسرائيلي بأنها لا تريد جبهة ثانية، بالإضافة إلى الضغوطات الأمريكية التي ازدادت في الأيام الأخيرة على إسرائيل بأن لا تفتح جبهة ثانية على لبنان. نعلم أنك في الجليل الأعلى إيمان، ولكن يعني ما هي الأخبار التي تتواتر إليك في الداخل عن تل أبيب؟ نعم، كان هنالك اليوم رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب أسفرت عن 3 إصابات بين الإسرائيليين، إصابة خطيرة، إصابة متوسطة وإصابة طفيفة وفق بيان المستشفى. كان في البداية اعتقدنا بأن هذا من شظايا الصواريخ، ولكن الآن يتم التحقيق فيما إذا كان هنالك سقوط لصاروخ لم يتم اعتراضه، لأن المركبة التي رأيناها تقريبا مدمرة يبدو بأنه صاروخ وقع على هذه المركبة في الفيديو يعني الذي رأيناه من جنوب تل أبيب، وهنالك تحقيق الآن في الأمر إذا ما كان هنالك صاروخ قد وقع دون أن تنجح القبة الحديدية باعتراضه في تل أبيب. أيضا يعني دعني فقط أشير إلى أن هنالك ازدياد في الضغط الذي تمارسه عائلات المحتجزين الإسرائيليين على الحكومة الإسرائيلية من أجل إطلاق سراحهم من قطاع غزة. اليوم كان هنالك مسيرة هي ما زالت حتى هذه الساعة جارية من تل أبيب نحو القدس سيرا على الأقدام للوصول إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيادة الضغوطات عليه من أجل فعل شيء ما أو إنجاز صفقة تبادل هذه نقطة مهمة وجه إيمان. السرعة وأيضا هذه نقطة مهمة، كيف يتناول إعلام إسرائيل هذه القضية؟ هل يخطئ نتنياهو في أنه هما لا يبتلث بصحة المحتجزين؟ أولا الإعلام الإسرائيلي يتناول بشكل كبير قضايا المختطفين، يعني يتحدثون عن قصة كل شخص فيهم، يلتقون عائلاتهم، يعطون مساحة كبيرة يعني لهذا الأمر. ولكن من جهة أخرى هنالك أيضا ضغط جماهيري إسرائيلي للقضاء على حركة حماس والاستمرار في هذه الحرب. إذن هنالك نوعان من الضغط، ضغط باستمرار الحرب حتى القضاء على حماس كما يقولون، رغم التشكيك طبعا في قدرة إسرائيل القضاء تماما على قدرات حماس العسكرية والسلطوية، ربما إضعافها نعم، ولكن القضاء عليها هنالك علامات استفهام كبيرة على هذا الأمر. الضغوطات الأخرى هي بشأن تحرير المختطفين، وتزداد الأصوات اليوم القائلة، كنا تحدثنا عن ذلك يعني في وقت مبكر، ولكن الآن مؤخرا تزداد الأصوات القائلة بأن هنالك تناقض ما بين هذين الهدفين، فيما تقول إسرائيل بأن الهدفين هما إطلاق سراح المختطفين وأيضا القضاء على حماس. من الصعب رؤية كيف يمكن الاستمرار في هذه الحرب وأيضا إنجاز صفقة تبادل أسرى، مع العلم يعني يمكن يعني مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه يعني هل يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية أن تقبل بصفقة تبادل أسرى وهي تعلم بأن إسرائيل ستكون ماضية في حربها حتى تحقيق هدف مثلا إضعاف هذه الفصائل عسكريا وسلطويا في غزة، ولذلك هنالك تناقض بين هذين الهدفين. أيضا كنا قد ذكرنا مبكرا بأن إسرائيل تسعى لصورة نصر، هنالك كثير ممن يقولون بأن صورة النصر الأساسية هي استعادة كل المختطفين، ولكن يعني من معرفتنا للمجتمع الإسرائيلي وللقيادة السياسية الإسرائيلية هم يبحثون عن صورة نصر أخرى، عن هزيمة حماس، عن حسم هذه الحرب بصورة واضحة. رأينا في الأيام الأخيرة كل هذه الصور التي تنشرها إسرائيل على نطاق واسع، مثل السيطرة على أماكن معينة ورموز سلطوية في قطاع غزة. لا شك بأن هنالك يعني بحث بشكل حثيث عن صورة نصر، علما أن كل هذه المراكز أصلا أفرغت، يعني ليس من الصعب الوصول إليها والدخول مثلا إلى المجلس التشريعي في قطاع غزة، ولكن هذه الصور تنشر على نطاق واسع ينشرها الإعلام بحثا عن صورة نصر وعن صورة توازي الحدث الكبير الذي حدث في 7 أكتوبر. لو أخذنا اليوم مثالا يا إيمان في الإعلام الإسرائيلي، ما هو الخبر الأول اليوم؟
أعتقد بأن الخبر الأول الذي رأيته صباحا هو الإعلان عن مقتل جنديين أمس في قطاع غزة، وأيضا على تأثير الطقس وهذا المطر الشديد خلال هذا اليوم على العملية البرية، كيف يؤثر على العملية البرية، وهل هنالك حاجة بالاستعجال أكثر من أجل إنهاء هذه الحرب قبل أن يكون قبل أن يعني يصبح الطقس أسوأ وحالة الأمطار أسوأ مما هي عليه، خاصة وأن حالة الطقس ستؤثر كثيرا على الصورة الإنسانية في قطاع غزة، يمكن مثلا انتشار الأمراض أكثر، كيف سينام النازحون مثلا في جنوب قطاع غزة. ورأيت أيضا اليوم الكثير من الأخبار في الصحف الإسرائيلية تتحدث عن حث إسرائيل للأونروا ولمؤسسات إنسانية وعالمية أخرى للاستعجال بإقامة مستشفيات ميدانية وأيضا إخراج مرضى خاصة من الأطفال مصابين طبعا من الحرب من القذائف الإسرائيلية، إخراجهم من قطاع غزة كي لا تخرج صور صعبة أكثر من القطاع.